يلعب كرة بالتداهي، بوشل تمويل للبحث عن كرة طويلة بالفعل إلى الأمام للبحث عن كريستيانو، تحضير كرة للخلف، هنا تاليسكا، الفرصة الأخيرة للنصر، في اللحظة الأخيرة للنصر، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع، عدت أمام الجميع، لا زالت عندنا غريب بكرة عرضية أخرى خطيرة وفرصة متاحة جميلة، يا إلهي قسوتها على الأهلي ويلي فرحتها للنصراوية، كرة ضربت في الدفاع بسام لمسها غير اتجاهها وبعد ذلك أخذت طريقها نحو المرمى ليتعادل النصر في الوقت القاتل من أحداث هذه المباراة، ليحصل النصر على تعادل بطعم الانتصار، نعم أقولها بطعم الانتصار قياسا بالظروف اللي حدثت في هذه المباراة.